مساكم الله بالخير، أخوكم طلال العاصمي، مستمرين في تغطيات عروض رمضان، واليوم عند شانجان المجدوعي. نبدأ في السي اس 95، يجي بمحرك 4 سلندر 2 لتر تيربو، يولد 233 حصان ودفع رباعي. هذه فئة الرويال اللي هي الفل كامل، تجي حساسات أمامية وخلفية وكاميرات محيطية، 4 كاميرات حوالين السيارة وأوتو بارك وجنوط حجم 19 والإي دي أمامي كامل الوجهية وكامل الإضاءات الخلفية والداخلية LED برضه. دخول ذكي طبعا، وذاكرة لتخزين وضعيات المقاعد للسائق. وهذه نظرة على الداخلية والشاشة بحجمها الكبير جدا. تشغيل بصمة، منافذ الشاحن، وهذا الدبل، وهذا نظام المنحدرات وأزرار 360 الكاميرا، ونظام الإيكو والأوتو بارك والجرنت كهرباء والأوتو هولد، وفي مساحة تخزين إضافية هنا. وهذه داخليته لون جمري وتندة بانوراما. وهذه الأزرار لمساعدة القيادة مثل التنبيه الخروج عن المسار والحساسات والتراكشن. طبعا النظام الصوتي في السيارة بايونير، يجي ب 13 سماعة، وتبريد نظام تبريد المقاعد الأمامية. وهذا التكييف الخلفي، تحكم برضو من وراء، وفيه 220 ومنفذ USB. هنا مساحة تخزين، شنطة كهرب وفيها نظام الاستشعار بالقدم تكرمون. CS 95 تبدأ أسعاره من 87,000 إلى 106,000 شامل الضريبة اللي هي الفئة اللي قدامنا الحين. العروض التمويلية المقدمة من شركة رايا للتمويل بدون دفعة أولى وجوال آيفون مع السيارة. وهذا CS 75 يجي بمحرك 4 سلندر تيربو 1.8 لتر، يعطينا قوة 173. طبعا هذا فئة ستاندر دفع رباعي، وهو اختياري تبغى أمامي أو رباعي. هذا الأقل فئة يجي دخول ذكي، أزرار التراكشن ونظام المنحدرات، إعداداته جميلة صراحة، شاشة تدعم الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو، تشغيل بصمة، وهذه أزرار تاتش لاستخدام التكييف، وهذا زر الدبل والجلنط كهربائي والأوتو هولد، وهذه نظام الكب هولدر. وبما أنها فئة ستاندر المراتب عادي ومخمل. تبدأ أسعار السي اس 75 من 63,000 إلى 82,000. سي اس 35 يجيب محرك 4 سلندر 1.6 لتر، يعطينا قوة 123 حصان دفع أمامي. وهذه نظرة عامة عن داخليته، طي المرايا كهرباء، وزر التراكشن، وزر الكاميرا الجانبية بالإضافة للكاميرا الخلفية تظهر مع الشاشة اللي تدعم الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو، تحكم بالتكييف ومنافذ الشاحن، الجير توماتيك والجلنط، مقاعد جلد بلون أبيض وأسود، فتحة سقف. تبدأ أسعار السي اس 35 من 47,000 ريال إلى 53,000 ريال، وضمان على جميع سيارات شانجان 5 سنوات أو 150,000 كيلو. شانجان إيدو 4 سلندر 1.6 لتر، تعطينا قوة 126 حصان دفع أمامي بجير 6 سرعات. هذه فئة النص فل، تجي بنظام الدخول الذكي، مراتب جلد، تجي باللون العودي، شاشة تدعم الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو، الجلنط كهربائي، وهذه مساحة تخزين وفيها منافذ الشواحن، فتحة سقف. وهذا شكل السيارة من الخلف، إضاءة للركاب الخلفيين، وهذا منفذ USB. تجي السيارة بجنوط 17 وكاميرا خلفية وحساسات خلفية للفئة اللي أمامنا. فئة الفل كامل يجي عليها رادار وحساسات
أمامية. تبدأ أسعار إيدو من 48,000 إلى 58,000. وهذه أصغر فئة من شانجان اسمها V7، تجيب محرك 4 سلندر 1.6 لتر يعطينا قوة 123 حصان. هذه نظرة سريعة عن فئة الفل كامل، دخول ذكي وتسخير المرايا عشان الضباب. طبعا هذه تقريبا منافسة للهونداي اكسنت، تجي بمراتب جلد، فتحة سقف، تشغيل بصمة، شاشة معلومات، منافذ للشواحن، غير اوتوماتيك والجرنط. وهذه باختصار، هذا زر تراكشن رفع الإضاءة. تبدأ أسعار الـ V7 من 36,000 إلى 41,000 ريال، تشملها اللي يشمل جميع سيارات شانجان من الضمان والعروض التمويلية. وهذه كانت سيارات شانجان المجدوعي. في حال وجود أي استفسار ارفع الشاشة لفوق واكتبنا استفسارك، ونشوفكم في تغطيات جديدة.